السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم مبروك، صباح الورد والياسمين وصباح الخير والبركة. اليوم إن شاء الله بغيت نصوم معكم شهيوة كنت درتها معكم وخفيفة، وهذه شهيوة رمضانية، وهي الصوبة ديال الخضرة. هيا أنا بجيت معكم كل شيء وغادي تبتوا معايا مزيان، انا فيها شي حويجات زايدين. نبداو على بركه الله. هادو اللي صبت معكم الكرافس اللي قلت لكم، عين الغصونه، قزبر معدنوس، والعواد ديال الكرافس طحنتهم ما غنحتاجهم. هاد البوطه ديال البوارو حتى هي قلت لكم معايا وجدتها غنحتاجها. اللي البنات اللي متبعين معايا في التنظيم ديال الفريكو راه غيعرفوا هادشي كلشي دوزتو معاهم. هادي مطيشات الحك اللي كنت وجدت معاكم، هادو بثلاثة غنحتاجوهم حنا لقيناهم. غادي نحتاجو بصلة، حبة بصل، حبة ديال المطيشة، عندنا جوج كورجيت يعني القرعة طويلة خضرا، جوج حبات ديال خيزو، واحد الضرس ديال الثوم، ما غنديروش كلو انما غير ضرس واحد باش نزولو معاكم. ها هو ضرس واحد. عندنا الكرفس بزايد مقطعين، خوت هادوك نيت لي قطعت. عندنا حبة ديال البطاطا، شوية الحمص حبوب، حمص صحيح ما مفسخش. عندنا بصيلة خضريين تنقشرهم ونقطعو وتنحتفظو بهاد الغصونة ديالهم، ما تنرموهمش كنخليوهم. عندنا معلقة ديال الملحة على حسب الذوق، البزار تا هو معلقة صغيرة على حسب الذوق، سكينجبير معلقة صغيرة، كركم يا خرخم البلدي معلقة صغيرة. وعندنا واحد شوية طراف ديال العظام ديال الطلعة ولا طريفة تقاطع اللي عنده، اللي ما عندوش ما ماشي مشكل. المرا غير عظيمات كنقطعوهم تنخبعوهم، أو تمشي عندك الزاد تاخد ما عندهم. وهذا الشيء اللي كاين عندنا في الصوبة ديال الخضرة. غنعاود معاكم، عندنا قرعة خيزو، بطاطا، درس واحد ديال التوم، شوية الحمص، شوية البصلة صغيرة خضرية، ملح لي بزار، سكنجبير، خرقوم، مطيشة وحدة، بصلة وحدة كبيرة، شوية طرف ديال العظام، وهاد الشي الكرافس لي قطعت معاكم هما هادو. تما كنحتاجهم للصوبة. وغادي نوجد نقطع القرعة وخيزو والبطاطا ونرجع معكم. دابا ها الخضرة قطعتها، هاي القرعة، البصلة كيفاش قطعتها، مطيشة تا هي قطعتها هكدا، خيزو تا هو ضامات، البطاطا تا هي ضامات، التومة راني غنقطعها معاكم. دابا غنبداو على بركة الله. نسيت اني ما قلتش لكم كاينه الشعريه، ها هي حتى هي باش نضوها في الاخر، اللي بغى ما بغاش ماشي ضروري. وهادشي اللي كاين. دابا نبداو على بركه الله. بسم الله. غادي نديرو الحيمه هي الاولى، نزيدو عليها الحمص، نزيدو عليها البصله، غنزيدو هاد الدرس ديال التوم، أنا قطعو نقشرو معاكم، غادي نرميو هكا صحيح، مغاديش نديروهم مع، نخلي صحيح حيت غادي نزولو في الآخر. دابا غادي نديرو الملحة والبزار، انا ما غنديرش الزيت لان اللحم فيه شويه الزيت، غنزيد معلقه ديال السكينجبير،
معلقه ديال الخرقوم، نزيد البوارو اللي قلت لكم، ماشي ضروري انما اللي بغى يديرو يديرو. ندير معايا الطاسه ديال القزبر اللي درت معاه قبل العويدات ديال الربيع، غنكتفيو بهذا الشيء. غندير لا زيت لا والو، غندير هاد الشحر وغادي نمرق عليها ونرجع معكم. دابا انا شعلت الفرنيات بجوج، واحد غندير فوق منه الماء تيطيب، ها هو باش نمرق، وهذا غندير فوق منه الكوكو وغادي نخليهم يتشحروا والماء تيغلي باش باش نمرقها واني معكم. دابا ملي غادي تغلي الطنجره ونمرقها غادي نزيد عليها خيزو، نزيد عليها البصله ملي كيقلب شويه طيب، ومن بعد غنبدا نزيد حاجه بحاجه. دابا غنشوفوا الكوكوط فين وصلت، ها هي كنشحروا فيها كلها. دابا غادي نبدا غادي ندير المرقه، كنرجعو مزيان الكياس اللي بغينا نطفو البوطه. دابا غادي نخليوها تغلي شويه وغادي نزيد خيزو، غنزيد البصيلات حتى الماء باش يطيبو، صافي غادي نخليها تغلي، مغنسدش نخليها تغلي بعد رجع معاكم. بحال هاد البصيلات مغديش نستعملوهم، غادي نقطعهم طريف، نقطعهم دواور، إما كنديرهم في شلاضة إما كنديرهم في السبة عاود ولا شي حاجة، ولا في ليكيش مع لي بواغ ولا شي حاجة، المهم غنحتاجهم من بعد ماشي دابا. دابا شوفو البصلة تقاية تقرصات، دابا غادي نزيدو البطاطا. نديرو البطاطا ونديرو مطيشة، غادي نحركو شويه ونخليوها ثاني تطلع فيها الغليه، ونعاود نديرو الشعريه والقرعه. دابا غنشوفو النيف سدينا الحرير، السوبه البصيلات هما يدخلو طياب. دابا غادي نزيدو القرعه، كلها القرعه في الساعة كطيب، في هاد الوقيته غنديرو الشعريه غير القياس شي بزاف شويه، نديرو مطيشة الحك تا هي اللي درنا، اللي كنت وجدت معاكم هي هادي، صافي نخليها دابا تطلق مع بعضياتها تشرب القرعة المرقة، وغادي نديرو شوية الكرافس ولا قزبر معاهم، ونطفو البوطو ونخليو نتناهم حتى نصبهم ليكم تشوفو النهاية. دابا هاهي الصويبة وجدات، شتو دابا مبقى ليا إلا نصبها نوريكم كيفاش جاتني.
كنزيدو شويه القزبر ومعدنوس وكرفس. هما مع البخار ما سيبان والو. صافي دابا غادي نصب معكم ونشوفوا الصوبه كيفاش جات. بسم الله نبدا نصبو، ناخذ بصيلات ومريقه رزيفه هي تشربها ما يعاودها. باش ما كان قولوا لي في الكومونتيرات اشنو كيفاش جاتكم. ايوا غادي ايوا الصويبه جايه، ها هي هيا لالا الصوبات الفيتامينات جمعت كلشي شتو. هيا هادي هيا تتشهي ولالا. ايوا بصحتكم وبراحتكم، كنتمنى هاد الصويبات تنال الاعجاب ديالكم ومع هاد الشباكيه تا هي ديال الدار والتميرات. والحمد لله على الخير راه موجوده في هذا العام، كلشي موجود. وتمدعكم في يد الله ونهار مبروك، صيامكم مقبول عند الله تبارك وتعالى جميع المسلمين. انا راه صبيتها قبل الفطور باش تشوفوها انتما، البصيلات كيجيو غزلانين. وتنودعكم من هاد الوريدات، يعني خليكم الراحة. باي باي.